مرحبا، وين الماما؟ جوا. مرحبا يا أمرتي. هاي حبيبتي، كيفك يا روحي؟ على فكرة أنقذتك من أكلة سمك. والله؟ أي والله، قال جرير جاي على باله ياكل سمك، قام قلت له إنك بتعملي أطيب أكلة سمك بالعالم. إيه؟ إيه، بس هو قصر يعزمنا برا. أها، وبهالحالة مين اللي أنقذني يا شاطرة، أنت ولا جرير؟ هلا أنا يعني، بس كمان هو هيك حب يورجيني هيك شوي من كرمه. يا حبيبتي أنا بكرة ما بقدر، أنا بكرة ما بخلص للساعة 9، بس روحي أنت وفرصة تعرفوا على بعض أكثر. نو إيه، أوكي. خولة بدي تعزمك. أهلين حبيبتي، بنت حلال هلأ كنا بسيرتكم. قالت لك ساندرا على أكلة السمك؟ إيه، بس أنا بكرة ما بقدر، بكرة صعب. لك شو صعب؟ جرير قال زين عم تقول بكرة صعب. طب اسألي أنت بناسبها؟ قال أمتى بناسبك؟ بيقول لك جرير أنا أكتر شي بناسبني بالويكند، لأنه تاني نهار ما بيكون في مدرسة عند هاني. بالويكند؟ أوكي بالويكند. أوكي خلص، قال أوكي. بس أنتوا لا تغيروا مشروعكم بكرة، روحوا وطلعوا، خلوا أكلة السمك علي وكلوا شي تاني بكرة، وساندرا بتروح معكم. عجد زنزون؟ بس لا تقبريني، ما بدنا نعزبك معنا. ليكو حتى جرير عم يأشر لي هلأ أنه ما بده يلبكك. لا حبيبتي ما تاكلي هم، أنا بالويك أند وقتي معي. أوكي. لك إيه بالصحي، هاني وداني عندهم تمرين فوتبول تاني يوم. إيه كتير منيح، معناها بيجي هاني بينام عنا وبيطلعوا اتنيناتهم سوا. خلص اتفقنا معناتا. يلا حبيبتي باي. بسطتي؟ اي طبعا منيح. اي منيح. هاي العزيمة كلها كرمالك. وحياتك بعرف، بس لازم تفكري وين بدك تاخديهم بكرة. ايه القصة ما بدها تفكير، ناخدهم على شي بوب. لا معلشي، روقي لنا حالك شوي، لحقة على الرقص. اه انتي لازم كل مرة تقمعيني يعني؟ لازمك، لأنه ما معقول. تشربي قهوة؟ إذا انتي بتعمليها اوكي. أمرك يا جميل. بتعرفي شو يعني إنه ساندرا تطلع معنا لحالها؟ يعني الموضوع متحول شوي شوي لشكل رسمي. يا رب من تمك لباب السماء. آخ منك يا خولة، شو عم تعملي فيني؟ آخ شو عم أحمي؟ عم تمارس هوايتها. أي هواية أنت التاني؟ تركيب الليجو. إيه لا مو مزبوط هذا الحكي، أنا أصلاً بحياتي ما لعبتها لهي اللعبة، وهي لعبة صبيان. القصة قصة مبدأ، سبحان الله يا خولة كيف بتحبي تركبي القصص فوق بعضها. لك أنا إمتى عملت هيك؟ خلص خلص بقى خلص، ما وقتها. سمعت جرير؟ بده يلبسني تهمة وبعدين بيقول لي مو وقتها. والله المشكلة إنه بهاللحظة بالذات أنا مو قدران أتعاطف معك أبداً. بالعكس انا صرت ميال اني صدقه. هلا هاد اللي طلع معه بعد كل شيء عم بعمله وهيك بتحكي؟ شكرا لثقتك شريك. احكي لي كيف ملاقيتي؟ ليكي بصراحه هو ظريف كتير، بس كانه خجول. معلم واحسن ما يكون جائر، بكره بس تعرفوا اكثر على بعض بيتفرفد بيتغير. ايه بس كمان صار لازم يحكي بالتفاصيل، خلصنا بقى. اي تفاصيل؟ شو اي تفاصيل يعني؟ خلص صار لازم يجي يطلبني، ما بدي حضر حالي أنا كمان. خولة لمحت لك بشي؟ ليكي هلأ الواضح إنه خولة طاير عقلة من الفرح، بس كمان الحكي بيبقى حكي. هلأ مجرد إنه عزموكي لعندهم على العشاء هي مبادرة. حبيبتي مو هن اللي عزموني. ما عزموكي؟ أنا اتصلت فيها لحتى أطمن عنها، قامت قالت لي تفضلي، أم أنا ما حبيت خجلة رحت لعندهم. من أيمتى أنت بتتصلي بخولة وبتطمني عليها؟ أوه من زمان. شو من امتى حبيبتي؟ يعني واضحة القصة، بدي اعرف شو صار، شو عم بيصير، شو عم بتدور احاديث. طب يعني ما بتخافي تنفهم هاي الحركة غلط؟ دخيلك، اللي بدهم يفهموا يفهموا، المهم بالاخير اطلع انا الكسبانة. شكله عاجبك كتير صراحة. سكسي. شو صوتك؟ عادي يعني كتير طبيعي، أساساً هو حتى لو سمع للكلمة ما رح يهتم. ما رح يهتم؟ ايه حبيبتي شو مفكرتي، مثلك كل جيله بيسمع بهاي الكلمة.